نعم راه دوك البكتيريا النافعه اللي كتكون في المعرية. الفم تتنتقل، نعم دوك تنتقل اللينا النافعه اللي كتكون في الصبع ولا الفم اللحم اللي تنتقل كيكون على تنتقل الضفار. لينا المشكله انه هاد البكتيريا الصبع ولا اللحم اللي كيكون على الضفار، المشكله انه هاد البكتيريا كتكون نافعه في بلاصتها، ولكن اون فوا كتغادر الموقع ديالها كتولي ضاره. بحال مثلا الشكل ديال ستريبتوكوك ولا ستريبتوكوك مثلا نوع ا اللي كيعمل لنا الحلاقم، ولا مثلا الشكل ديال ستافيلوكوك اللي كيعمل لنا مجلود. دونك هاد الزوج ده هذا من بين المشاكل اللي يمكن تحدث لينا في الايدي ديالنا او لا في فوالا الاظافر يعني ديالنا. بطريقه يعني غير احنا كنكونوا بعاده سيئه كنقدروا تنديفلوبي واحد المرض اللي تيبان لينا في الاول غير واحد شويه ديال الحموريه مع واحد الالم خفيف، من بعد تيزيد هذا الالم حتى كنبداو نحسوا بالضفر تيضرب، تيقولوا الناس تيبدا تيزدح بحال الشكل ديال نبضات ديال القلب، ومن بعد تيقيح. دونك هاد لو باناغي هذا خصنا نردوا البال، خاصه الناس اللي تياكلوا الضفار ديالهم، خاصه الدراري الصغار من نحيدوا منهم هاد العاده بكري. نعم. وكاين كوز وحده اخرى، الا كان واحد المانيكور ولا بيديكور اللي ما تيكونش متقون، ما تيكونش مزيان، سواء تتكون السيده بوحديتها تتعمل لا مانيكور ديالها، فكتستعمل واحد البانسا اونفي، واحد البانسا وتحيد منه جليدات. هذاك البانسا اونفي ممنوع على السيده الا ما كانتش اختصاصيه، يعني ما تستعملوش، انا ما غاديش تعرف طريقه باش غادي تجبد هذيك الجليده. دونك مي كتجبد هذيك الجلده فاوتوماتيكمون تتحل واحد البوخ دونتري، ومن بعد بعد الناس كاع كيمشيو للصالونات ولا محلات التجميل كتصاوب لا مانيكور ديالها ولا لا بيديكور، مي كتمشي للدار كتلقى بدا كيحمر ليها وبدا كيتنفخ. دونك تما تيكون يا اما السيده ما تقناتش ليها اولا جرات ليها ديك الجليده بزاف، وبالتالي كيبداوها نفس الاعراض ديال هاد المرض هذا. ممكن نحاولوا نردوا البال، يعني سواء الطفيليه سواء بالنسبه للسيدات اللي تيشتغلوا في مراكز التجميل، خاصه ملي كتجي واحد السيده بغات تعمل لا مانيكور ديالها ولا لا بيديكور ديالها فيها دي شامبينيون، دونك راه تيبانوا الضفار ديالها. هي المسائل تطورات، يعني حتى لي زيستيسيان ولاو كيفهموا في هذه الاشياء. يعملوا لي غون، نعم. يحاولوا هما بالنسبه لي غون خاص ماشي بزاف ديال لي زيستيسيان كنلقاوهم كيعملوهم، ولكن سورتو خاصه ملي تتشوف كاين شي مرض فتحاول السيده او الاختصاصي يعملوا لي غون ديالهم باش ما تعاداش، لان لي شامبينيون كيعاديو. فوالا كيعاديو، والمشكله انهم سون تري ريزيستون، هذا هو لو بروبليم الكبير ديالهم، تيريزيستيو مقاومين لاي شيء. مقاومين ومن بعد يستعملون، دابا راه ولا الماتيريال كله تيستعمل جو طابل، ولا من بعد دوك اللي تيكونوا ديال الميتال بحال الفانسا اون في بحال السيد بيش، هذوك راه تيخصهم ضروري تيستغليزاو. تيستغليزاو كيكون ضروري كل مركز فيه ستيريليزاتور ديالو، وتيكون تيتمسحوا دائما بالالكول. دونك ما نتساهلوش مع الصحه ديال الاظافر ديالنا، نردوا البال لهذا لو باناغي هذا، لانه تيبدا شي حاجه. نعم، نعرفوا ايضا كيف ذكرنا في البدايه، يعني شنو اللي كيؤدي ليه استعمال الكثير الجافيل والمساحيق ديال طبيعه الحال. نعم، اذا شنو نجاوبوا على هذا السؤال لكن بعد الفاصل. إلى غاية 24 أكتوبر استفدوا مع باين جي اس ام من نصف ساعة كاملة ديال المكالمات نحو جميع الشبكات الوطنية وغير 10 درهم فقط، صالحة 24 ساعة على 24 لمدة 7 أيام، واللي يمكن لكم تجددوها شحال ما بغيتوا. وما تنساوش مع خدمة تحكم ديال باين جي اس ام اللي فابور، كيمكن لكم تحكموا في كل درهم من الصول ديالكم، يعني دقيقة بدقيقة، وهكذا كتستفدوا أكثر من نصف ساعة ديالكم. باين جي اس ام ليك مش بعيد. نعود معكم من جديد وفقرة الجمال عبر اللقاء المفتوح. سيدة إيمان تازي الخبيرة في التجميل ضيفة الفقرة دائما. إذا إيمان تازي، ذكرنا جافيل، ذكرنا المساحيق اللي كنستعملوها في التنظيف، لاش كتأدي هاد الكثرة ديال استعمالها أو استعمالها بعض الأحيان، يعني كيف قلنا هاد الأسبوع أو لهاد 15 يوم كلها غادي تدوس في الشغل، وما فما بالك اللي يعني دائما في غسيل المعان وفي هاد وفي الكوزينة. فوالا كنا شحال هادي انا تكلمنا على العنايه باليدين، وكنا قلنا انه المساحيق سواء جافيل سواء السيد فهي كتسبب واحد كتعطي واحد تقدر تعطي واحد لاليرجي، واحد التحسس.
هنا على حسب كاينين بعض الناس اللي تيكونوا تري سونسيبل تيكونوا فوالا وتيجي يقدر يعطيهم اكزيما تقدر يعطيهم امراض جلديه وكاينين بعض الناس اللي تيقدر حتى دوك المساحيق تيقدروا ياثروا لهم حتى على الا كانوا دي ديتيرجون اللي كيكونوا قويين المساحيق اللي قويه تقدر تاثر لهم حتى على الاظافر ديالهم فكنلقاو الشكل ديال الضفه تيكونوا فيه ديستري تلقاو فيه بحال الشكل ديال الخطوطه يا اما طوال يا اما في العرض يا اما موجين يا اما الشكل ديال المقاطي نعم هاد العلامه هادي شنو هي ملي كنلقاو الخطوط في الضفر ديالنا شنو كيعني هادشي هنا تتعني واحد هما الخطوط في الضفر تقدر تكون سبب مرضي تقدر تكون واحد الحساسيه هاد الحساسيه تقدر تكون اما نتيجه ديال كيف قلنا دي ديتيرجون ولا نتيجه ديال المواد تنظيف ولا حتى تقدر تكون نتيجه ديال شي برودوي اللي تيتعمل على الضفر كاينين بعض الاظافر اللي تتحسس حتى من الفيرني وان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نتكلموا على الفيرني والاضرار ديالو فوالا وكذلك كاينين بعض الناس اللي تيعملوا بزاف الاظافر الاصطناعيه نعم. فالاظافر الاصطناعيه شنو كتعمل والمشكله كتقول لك انا بغيتها تبقى اطول مده فملي كتمشي عند اونيستيتيسيان شنو كتعمل لك كتبدا كتحك على الضفر يعني كيتحك الضفر بلا مشكل اخر لكن حنا كنتكلموا يعني هذا الاسبوع هذا على السيدات اللي راهم في الكوزينه هذه الايامات هذه ما كيخرجوش منها خصوصا في التحضيرات ديال العيد الاضحى المبارك بالنسبه لهاد السيدات هادو ضروري بالنسبه خصوصا ملي كيكون يعني الميناج وهذه كيستعملوا ديغون يعني صباعات يكونوا ديال البلاستيك جيتابل او لا هذوك اللي تيكونوا عراض فهما هادي قيهم نورمالمون كاين بعض السيدات ضروري استعمال استعمال القفازات شفتوا الا كان شفتوا اغلبيه النساء اسمحي لي نقاطعك ايمان تازي اغلبيه النساء كيقول ما كنعرفش ندير الشغل بليغون نبغيك تخلعي هاد السيدات هادو تقولي لهم شنو غادي يطرى لهم الا ما داروش ليغون هما هادوك ليغون اللي تيكونوا شويه قاصحين تيجيهم في الاول صعب يبداو بدوك ليغون اللي تيكونوا جوستابل تيكونوا رقاق شويه ويدوبلوهم هادوك تيجيو على لا فورم ديال اليد تيكونوا فيهم لي طاي كيعملهم الطبيب اللي كيعملهم الطبيب هادوك تيكونوا على لا فورم ديال اليد يعني كل كيكونوا فيهم دي طاي كتمشي تقطع على لا طاي السيدات هادوك كيتقطعوا كتدوبلهم ندوبلو يعني غتدوبلو كلشي عنده الحل كلشي عنده الحل لا شوف الى حيت بزاف ديال السيدات اللي ما كيخدموا الا بديكون كيلفي انه مادام ما تخدم الا بديكون دونك راه غادي كيسيون ديال التعود كيما واش على كيفاش الطبيب كيقدر انه يفتح او لا يدب استعمال بديكون حاجه اللي تتكون تري بريسيز وكيستعمل فيها ليغون فما بالك المعن ولا هذا يعني حاولوا ندوبلوهم كنشتغلوا بهم باش نتفاداو لان في الاول كيجينا في الاول كتبدا غير الحروشيه ديال اليدين كتبدا هذا نقولوا غادي نعمل مرطب غادي نعمل فازلين غادي نعمل هذا غادي ما غاديش يبقى المشكل ولكن البروبليم انه كيقدر ديفلوبا شي اليرجي ولا اكزيما اللي من بعد كتولي اون فوا كتقيس ان ديتيرجون تيد ولا جافيل ولا يعني مساحيق ديال 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 الصومبيس كيف ما كانوا كيف كتقيسهم تتبان ديك الاكزيما وتبدا تيبداو لك الاعراض لدرجه ان صافي تيولي عليك انتيغدي انك تقيس هاد المساحيق هادو هي ماشي مشاكل تجميليه فقط ولكن حتى مشاكل صحيه بالدرجه الاولى كنشوفوا بعض السيدات كتشوف يديها يعني كتلقاهم حقيقه كيف كنقولوا بالدارجه طايبين بالشغل طيب ولكن راه كاين الحل تعمل ليغون واخا ليغون من بعد نديرو المساحيق الكريمات كيكحلو يعني كتبان لك ان اليد اللي تتكون تفقوسي طايبه بالشغل كتبان لينا كحله يعني كيعطيوها واحد اللون ماشي هو هذاك يعني اللي تيستعملوا داك الشيء موديغي مره كتغسل شي شويه ولا هذاك ماشي المهم ماشي مشكل ولكن بالنسبه اللي تيعمل الشغل يوميا ولو كثرت الشغل فضروري تكاين شي شويه على راسها ومن بعد ملي كتسالي راه كتعمل شويه ديال الحامض تتهنبي تتعمل ان غوماج كتكون عندها شويه ديال الكثيره اعتقد يعني غندخل في التخصيصه ديالك ممكن غير زيت الزيتون الا دوزنا على يدينا راه ممكن يكون بطبيعه الحال مفيد ويرطب لينا اليدين من افيد شتي دابا بعض المراكز ديال الجميل اللي كاينين على برا كتمشي كتلقى السيده عندها تشققات في القدمين مثلا كتعمل لك كيعملوا لك اختصاصين جديد ديال الزيتون كيتدهن به وكيتعمل له فيلم اليمونتير صافي نوض غير كمثال وصافي يعني بطبيعه الحال حتى اللي ما عندوش الوقت مني تيجي ناس
ما يمكنش ملي عندي الناس ما نعمل شي حاجه بحال هكا هذاك يمكن هنا كاين الوقت اللي كيضيعوا السيدات ساعات كيتفرجوا في المسلسلات التركيه وديتفرجوا فما يمكنش داك الوقت اللي ندير كوماج ما نعمل شي حاجه اللي يعني داك الوقت وانا جالسه كنتفرج ماشي مشكل انا جالسه كنتفرج ونقدر نعمل شي حاجه فوالا اذا اليوم انت اليوم غد ان شاء الله قلتي غنتكلموا على الاضرار ديال صباغه الاظافر كيف احنا كنشوفوا حصلت واحد الطفره في صباغه الاظافر فيما يخص الالوان الالوان بشكل كبير كوش كوش ولون مع لون وغنشوفوا الاضرار ديال هذا الشيء وغادي نشوفوا علميا انه اللي كيقول لك ما كاينش اضرار ديال طلاء الاظافر غيشوفوا الدواء كل حاجه عندها ايجابيات وسلبيات حنا ما نتكلموش فقط على الاضرار ولكن يتابعونا المستمعات يوم غد اكتشاف يعني صباغه الاظافر اضرارها وايضا ايجابياتها شكرا جزيلا لك ايمان تازي خبيره التجميل الى يوم غد